الو، ايوه الو، انا جبت دولارات سودا. دولارات سودا ومعايا المحلول قد ايه؟ 100,000 بلبل. بلبل؟ عشان تفكر انك تشوف الفيديوهات عندي حاول تنسى دماغك شوية وفكر بدماغ تانية، يمكن انا وانت نوصل لحل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر هارون، المدير التنفيذي لمجرد درب التبانة والعضو المنتدب لـ11 كوكب ما عدا بلوتو عشان شقي شوية. معلش قبل ما ابدأ الحلقة بتاعتنا النهاردة، انا كنت بس في استراتيجية صغيرة بس كنت عايز اعملها عشان خاطر في القناة عندنا ان شاء الله بإذن الله في حلقات ثابتة هتبقى كل يوم ثلاث، حلقات ثابتة كل يوم ثلاث الساعة 7، حلقات ثابته كل يوم 3 الساعه 7 ان شاء الله باذن الله لحد ما تخلص السنه. في حاجات تانية ان شاء الله باذن الله هنبدا نعملها في السنه الجديده، بس النهارده التارجت بتاعنا حلقات ثابته كل يوم 3 الساعه 7. اللي بيحصل ان انتوا لما بتلاقوا في فيديوهات تانية مختلفه، ده ترند كنت حابب اقول فيه رايي او اتنفس شويه معاكم، بس اللي انا كل اللي عايز اقوله لكم حلقات ثابته يوم الثلاث الساعة 7، استنوها، دوسوا على زرار الجرس عشان خاطر تبدأ تظهر معانا على طول. يلا بقى نتفرج على الحلقة عشان خاطر بجد والله العظيم 3 مادة تقيلة جدا 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 ومهمة جدا جدا عشان خاطر محدش يقع في الموضوع ده. قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتعمل لايك للفيديو عشان خاطر يوصل لرقم كبير. الحلقة بتاعت النهاردة موضوع شائك جدا وفي ناس كتيرة ممكن تقع فيه، وخلي بالك انت ممكن ذات نفسك ممكن تقع فيه، عشان كده انا بقدم لكم نصايح كتير جدا عشان خاطر تعرفوا الدنيا عاملة ازاي في قصة الدولار الاسود، ان في ناس كتيرة سمعت عنه وفي ناس اكتر لسه ما سمعتش عنه. المختصر المفيد كده، فاكرين كانت في رساله بتيجي على التليفونات دايما ساعه لما بتاي بقى الحق يا محمد ابوك حفر في البيت ولقى تمثال ذهب تعال بسرعه عشان خاطر نصرفه. حماد ابوك لقى تمثال ذهب تعال بسرعه عشان خاطر نصرفه بسرعه بس. وطبعا الرسالة دي وصلت لناس كتيرة جدا بما فيهم انا، وصلت لي مثلا 15-16 مرة في السنة. الموضوع ببساطة ويسر عشان خاطر ما طولش عليكم وما نطولش على بعض ومحدش يطول فينا على التاني. هل بالفعل في حاجة اسمها الدولارات السوداء؟ في حاجة اسمها الدولارات السوداء ومتداولة دوليا، لكن مع اشخاص معينة. طب ايه الفايدة دلوقتي ان يكون في حاجة اسمها الدولارات السوداء؟ الدولارات السوداء بتكون ورقة عادية جدا، دولار عادي جدا، بس محطوط مادة عليه اسمها SSD. المادة اللي اسمها SSD بتسود الورقة خالص، فما ينفع لهاش اي مادة تانية تشيلها غير مادة هم عاملينها المباحث الفيدرالية الامريكية عشان خاطر تبدأ تزيل الورقة دي. طب هما دلوقتي بيعملوا حاجة زي كده ليه؟ هو ده السؤال اللي احنا عايزين نسأله لنفسينا. بيعملوا حاجة زي كده عشان خاطر هما بيوصلوا الفلوس دي لأماكن فيها نزاعات طائفية أو نزاعات بشرية بتكون كتيرة جدا، خاصة في مناطق أفريقيا، مثلا غينيا، كينيا، كل الحاجات اللي هي فيها إنيا دي، بس ما عدا المانيا عشان المانيا بتاعتنا حبيبين. طب ايه برضو السؤال اللي احنا عايزين نسأله لنفسينا؟ انا دلوقتي خدت الفلوس من هنا، ما اروح اوديها للمكان التاني بمنتهى السهولة واليسر؟ هقول لك لا، ممكن في ناس كتيرة ما تقدرش تستفاد بالفلوس دي، يعني ما بتروحش لمكانها المظبوط، عشان كده بيعملوا موضوع الدولار الاسود، بياخد الفلوس زي ما هي، لو حصل سطو على الفلوس دي حلني بقى وريني هتعرف تصرفها ازاي، عشان خاطر المادة دي محتاجة موال كبير جدا ان هي تتشال، والجزء بتاع المادة ده مش موجود غير مع المباحث الفيدرالية الامريكية. طب احنا افترضنا دلوقتي ان الفلوس اتسرقت والمادة اتسرقت، بس صلى على النبي بقى خلاص الحرامي بقى يقدر يعمل اللي هو عايزه، خلاص بقى كده احنا ملناش دعوة، مش هنقدر نتكلم كتير، هنتكلم خلاص، هو الحرامي كده خد الفلوس وظبط الدنيا وعمل كل حاجة. نقطة الخلاف او نقطة النصب بتحصل ازاي عندنا هنا في مصر؟ سبحان الله،
هيجي لك واحد من جنبك كده يقول لك انا عندي دولارات سودا بس مش عارف اصرفها. هتروح باصص له كده تقول له يعني ايه دولارات سودا؟ هيقول لك الدولارات السودا دي ان المفروض ان يونسكو بيعملها عشان خاطر بيوصلها للاماكن المستحقين في افريقيا، ويبدا يهري لك كتير وانت تبدا تسمع له وتبدا تبرق. طب حضرتك معاك كام من الفلوس دي؟ هيدي لك رقم خزعبلي، اقل حاجه مثلا ممكن يدي لك مثلا 100,000 دولار. 100,000 دولار دول يا جماعه لما هيجي يقول لك في الاخر انا نفسي حد يجيب لي المحلول بتاعها وادي له 10%، ده انت كده خدت كده يعني حاجه حلوه قوي. بس انا اللي انا عايز افهمه لك اللي انت في وضع نصب كبير جدا، واحتمال ما تاخدش حاجه بس احتمال تاخده الدولار الاسود وتبقى ليله سودا عليك وعلى الناس كلها خبر اسود. فيشاء السميع العليم برضو. يعني شوف انت دلوقتي جالك واحد بتاع دولارات سودا هو عمال بيكلمك وبيهري معاك وقال لك هدي لك 10%، يشاء السميع العليم برضو يجي لك واحد يقول لك انا معايا ماده كده لو حطيناها على الفلوس بتبيض. سبحان الله سبحان الله، شفتوا شغل عفريت وكتاب الله العلي العظيم، شغل عفريت شغل نصابين لا حاجه يعني الحمد لله. وطبعا هي المعادله بتكمل بكالاتي عشان خاطر نبقى نتكلم مع بعضينا. النصاب بيبقى محتاج لطماع، والطماع طالما موجود يبقى النصابين بخير ككل قرف. النصابين والطماعين 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 كمان والله. هو بيبدا يدي لك ورقه ويقول لك طب وريني بقى هيقدر يبيضها لي ازاي. فانت هتروح تديها للراجل، الراجل هيروح ماسك بسم الله ما شاء الله محلول كده اهوت، يروح رزع فيه الحقنه، تبدا بقى الفلوس تبيض قدامك ويظهر معالم الدولار. يعني مثلا 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 زي الفيديو اللي كان موجود ده، دي قناه من القنوات كانت جايبه الفيديو دوت، بس بصراحه كانت قناه تحذيريه، يعني كانت بتقول للناس خلوا بالكم من قصه الدولارات دي. والفيديو دوت اتنشر متهيألي في شهر 2 اللي فات. فانا كل اللي انا عايز اقوله لكم ابعدوا بعيد عن القصه دي، لان القصه دي مضره جدا، مضره جدا بالصحه كمان، لان الدولار الاسود غير الدولار الاخضر. الدولار الاخضر مفيد جدا في الاكل، الدولار الاسود مضر جدا وممكن يقف في زورك، ممكن يتعبك، فلازم تبعد بعيد عن الدولار الاسود لان الدولار الاسود دوت. فانت بقى طبعا ايه اللي يحصل بقى؟ تتخض، ايه ده؟ ده الكلام ده بجد؟ ده الكلام ده حقيقي؟ ده الفلوس اهي وبس. وتخش بقى في معركه النصب الكبيره اللي هي ما بين اتنين اصلا متفقين مع بعض، لبسوك انت في الحيط في النص. زي اللي بيحصل برضه في موضوع الاثار، ان في واحد يقول لك انا عندي حته عايز اصرفها ومش لاقي حد يصرفها، وسبحان الله فجاه بيظهر الراجل اللي بيصرفها لك، وانت اللي في الاخر بتكون في وضع النصب ما بين الاثنين دول. انا عايز اقول لك على حاجه صغيره عشان خاطر تبقى لازم تكون عارفها كويس. ماده الاس اس دي اساسا ساعه لما بتيجي تتفك هم لحد دلوقتي مش عارفين المركب بتاعها. الاخطر من كده، وده ان شاء الله باذن الله هنبدا نتكلم فيه في حلقه تانية عشان خاطر عايز بس اختصر معاكم القصه دي. عارفين الناس اللي بتبدا تطلع الفيروس بتاع الكمبيوتر عشان خاطر تبدا تدور على الانتي فيروس بتاعه؟ هو ده اللي بيحصل بالظبط. شركات الكمبيوتر اللي هي المفروض بتاعت الانتي فيروس هي اللي بتطلع الفيروس، هي اللي بتطلع الفيروس، يروح داخل في الجهاز بتاعك ومدمر بيانات كتير عشان خاطر تدور على الانتي فيروس مع الشركه دي، وتروح للشركه دي وتقول لهم. زي فتره من الفترات كان في فيروس كان اسمه اي لاف يو كان خارب الدنيا، وفيروس كان اسمه فوكس، وفيروس اسمه وولف، حاجات كتير حاجات كتير، ما علينا مش هي دي القصه بتاعتنا. فده اللي انا عايز اوصله لك، ان ماده الاس اس دي اساسا الانتي بتاعها او الضد بتاعها او الـ زي ما بيقولوا التطعيم بتاعها مش موجود برضو غير مع الناس دي. يعني هو ده التطعيم اللي موجود مع الناس دي، هو ده اللي هيقدر يفك بيه الخوارزميات بتاعت الورقه السوداء بتاعت الدولار. في فيديوهات كتيره ظهرت الفتره اللي فاتت على اليوتيوب بغزاره بغزاره عن القصه دي. فانا بقول لكم كل اللي انا بطلبه منكم تحذير هام، محدش يقع في الوقت ده او في الفخ ده، عشان خاطر الفخ ده كبير قوي كبير قوي، وانتم مش هتقدروا تخرجوا منه خالص. ثم انا عايز اقول على حاجه صغيره، خلوا بالكم انا قلت اول الكلام بتاعي ان هو بيروح للاستغاثه او الاغاثه او الناس اللي محتاجه الفلوس. تخيل انت اللي انت بتاخد فلوس مش بتاعتك، الفلوس مش بتاعتك، فلوس رايحه للاغاثه، بتستحلها ازاي؟ ها بتنام على المخدة ازاي وانت بتستحل الفلوس دي؟ ها بتنام بجد؟ بتنام على المخدة ازاي؟ بتنام على المخدة ولا انت اساسا بتنام على الارض؟ ما انت اكيد بتنام على الارض. سوري لا مو يعني.
اكيد بتنام على الارض، لانك انت لو بتنام على المخده وبيحصل معاك المنظر دوت مش هتعمل كده بصراحه. كل اللي انا عايز اقوله لكم دلوقتي حالا بعد اذنكم، لو انت عجبك الفيديو دوت يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه، يا ريت لو سمحت تعمل سبسكرايب للقناه، من فضلك اعمل سبسكرايب للقناه، بعد اذنك اعمل سبسكرايب للقناه ودوس لايك للفيديو عشان خاطر يوصل للناس كلها من اولها لاخرها. ان شاء الله باذن الله الحلقات اللي جايه هتبقى جامده، الحلقه دي هتبقى فارقه شويه عشان خاطر في حاجات كتير هنبدا نتكلم عنها، وان شاء الله باذن الله طالما انا موجود وانتم موجودين هنبدا نناطح في بعض كتير. اللايكات بتاعتكم والتعليقات بتاعتكم مهمه جدا 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 للمسيره القادمه. طبعا انا مش عايز اقول للناس كلها من اول خير ان الدار دي اصلا فيك، وعاملها كده على اساس ان انا يعني حد، لكن انا في الاخر اساسا بمشي في الشارع بلبس الكاب ده عادي جدا بيس جدا، وممكن البس النضاره دي بالليل او الصبح مفيش مشاكل، عشان النضاره دي بجد عزيز عليا شويه. انا بشكركم جدا، كان معكم مستر هارون المدير التنفيذي لمجره درب التبانه والعضو المنتدب ل 11 كوكب ما عدا بلوتو عشان شقي شويه. تصبحوا على خير او صباح الخير، مع السلامه. السلام عليكم. عليكم السلام.